بالزي التقليدي، والشقائق النعمان تتزين الفتيات الأيزيديات في عيد رأس السنة الأيزيدية الأربعاء الأحمر أو ما يسمى باللغة الكردية تشارشان باصور. وتحيا مراسم هذا العيد بالزيارات وتقديم التهاني. هذا العيد تقع في يوم الأربعاء في بالتقويم الشرقي، فاليزيديين أو المجتمع اليزيدي كله يجتمع في هذا العيد، الأحالي تزور بعضها، وحكومة أقليم كردستان ما قصر ويا المكونات الموجودة في أقليم كردستان، تعيشوا كباقي المجتمعات مساواة بين بعضها، مجتمعات محبذة مع بعض. ونشكر حكومة كردستان ونشكر سيادة مسرور بارزاني في هذا العيد، ونعايده ونقول كل شعب الكردي أنتم ألف خير. بمناسبة قدوم عيد رأس السنة الإيزيدية تشارشان باصور، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجميع شعب كردستان بجميع مكوناته وأطيافه. من هنا نشكر ونبارك لبرلمان وحكومة أقليم كردستان لتشريعهم قانونا منذ عدة أعوام على اعتبار هذا العيد يعتبر عطلة رسمية في عموم كردستان. العوائل الأيزيدية تزين الموائد بالبيض المسلوق وتلون كل ثلاث بيضات بلون فصل من فصول السنة، محتفلين بالعيد حاملين أمنيات عودة الأمن إلى مناطقهم التي نزع غالبية سكانها منها منذ قرابة 9 أعوام. مهم اليزيديين وكل شعب كردستان بهذا العيد، نتمنى أن يعم الأمن والأمان في كل مناطق اليزيديين وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. لهذا العيد تسميات عدة، أشهرها الأربعاء الأحمر ورأس السنة وزهرة نيسان، والذي يرمز لبداية الخليقة حسب المعتقدات الأيزيدية. هناك العديد من الطقوسات والرسومات تجري في هذه العيد. هذه العيد تقع في حسب التقويم الأيزيدي، هناك تقويمان، تقويم الميلادي والتقويم الهجري والتقويم القمري. فنحن الأيزيديين بموجب الحساب الديني نحسب كحساب الشهر القمري. في إقليم كردستان، بناء على مبدأ المساواة واحترام جميع المعتقدات، يتم تعطيل الدوام سنويا في هذا اليوم الذي يصادف في الأربعاء الأول من شهر نيسان حسب التقويم الميلادي الشرقي. 9 سنوات ولا زالت هذه المخيمات تخبرنا بأن المناطق الأصلية لقاطنيها تشهد توترا أمنيا مع نقص فادح في الخدمات الأساسية، ولم تزل اتفاقية شنغال تعاني من تلكؤ تنفيذ كامل بنودها. لفضائية تاج روز بيوار داخاز دهور.